قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة. أنت مدعو الحاجات بتصير فيها ولا لا؟ شرحت قبل كده أن يوجد خطة عامة لكل أولاد الله، ويوجد خطة خاصة زي أي واحد. الخطة العامة بتاعته في البلد أنه يحافظ على منشآت البلد، أنه يحافظ على نظافة البلد، ما ينفعش يسرق، يدفع ضرائب، واو. دي حاجة عامة، لكن في حاجات خاصة، أنت تفتح مشروع، أنت تشتغل في موظف في مكان، دي حاجة كل واحد له شأن. لكن في حاجة عامة لا يختلف عليها أي حد، لا يفرق بين واحد والتاني، فيش حد هيجي له مية زيادة أو كهرباء زيادة. لازم كل الخدمات والمرافق تشتغل بالتساوي مع الكل. فدي الخطة العامة، نفس الفكرة، يوجد دعوة عامة لكل أولاد وبنات الله، ويوجد حاجات خاصة لكل حد. الخاصة دي هي أنك تبقى خادم، تتحرك في كذا ولا لا، أنك أنت تكون بتعمل إيه في الشغل دوة، أنك أنت تتحرك في الإنجيل بالصورة دي، حاجات خاصة كتير، أنك أنت تتحرك في أنك تخدم بصورة معينة تختلف بعد شوية أو لا تختلف بعد شوية، دي خطط خاصة لكل حد. لكن عن الحاجات العامة لا يختلف عليها أي حد. ارجع وادرس سلسلة الدعوة، دي سلسلة خاصة كاملة في الموضوع ده. لكن خليني أقول بسرعة بعض الآيات اللي هتلاقيني بشرحها في السلسلة دي كويس. في أفسس 4:1: فأطلب إليكم أنا الأسير في رب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. يوجد ناس لا تسير حسب الدعوة دي. في ناس ملهاش خالص في الأمور الروحية، اتولدوا ميلاد تاني وتذكرة السماء مضمونة وخلاص على كده، ولا يعيشوا بالفكر الإلهي، مش مولعين بالأمر ده. فيليب 3:14: أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة أو جايزة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. عبرين 3:1: من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، دعوة عليا، دعوة سماوية. تيموثاوس 2:1-9: الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة متفردة. تسالونيكي 2:1-11: الأمر الذي لأجله نصلي أيضا كل حين جهتكم أن يؤهلكم إلهنا للدعوة ويكمل كل ما سر، بيحكي عنها بصورة معروفة. إيه هي الدعوة دي؟ ارجع ادرس السلسلة، لكن سريعا حاجة يشترك فيها الكل. هل أنت بتحيي الرب فعلا كي يعيش الأحياء فيما بعد لنا أنفسهم؟ أنت بتحقق الرغبة بتاعته وعايز كل أشياء تعمل معنا الخير؟ هل أنت مدعو حسب قصده فعلا؟ هل أنت ماشي حسب القصد الإلهي؟ أنت مدعو، هل أنت ماشي حسب القصد الإلهي؟ هل أنت ماشي جواه ولا لا؟ الذين يحبون الله المدعوون حسب قصده، هم دول اللي كل أشياء تعمل معا للخير. وواضح جدا من الآية إنها حاجات كتيرة فيها سلبية بتتحول الخير. إزاي أن الشخص بيحيا حسب القصد الإلهي؟ دماغه مش في حياته الشخصية، بدأ يحط الخطة بتاعته يلغيها، والأغراض بتاعته يلغيها ويضعها جانبا. القيامة كده بتعمل في حياته، القيامة بدأت تشتغل في جسمه وفي حياته وفي أفكاره، يبتدي يلاقي نفسه عنده طاقة، ياخد وقت في الكلمة وحب الرب. تسليك الأولى 4:3: لأن هذه هي إرادة الله قداستكم أو تفردكم انعزالكم. دي إرادة، مدعوون حسب قصده، القصد بتاعه أن تكون ممتلئ بروح قدس. أفس 5: كورنثوس الأولى 6 بيوضح دوا إن إحنا صرنا واحد وصرنا هيكل للروح القدس. وعدد 13: الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سيبيد هذا وتلك، ولكن الجسد ليس للزنا بل الرب ورب الجسد. أنا جسمي مش بتاعي، أنا عايش بالهدف ده بالغرض ده، والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا بقوته. ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟
أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. من هنا الطعم دوة والمعنى دوة بيخلينا نفهم كويس جدا خطورة الأمر. اللي بيبعد عن غسيل الكلمة دوة ومش بيغتسل فكريا ويجدد ذهنه، بالنسبة له عادي جدا يمسك الموبايل بتاعه يقضي بالساعات يتفرج على فيديوهات تافهة، حاجات بتضحك، دي مش خطية، مش خطية. لكنك بتمتلئ بالتفاهة، بتمتلئ بالعالم، بتمتلئ بفكر العالم وأقوال العالم. أصل لما بيحصل كذا يبقى كذا، أيوة فعلا صح، ولما فلان يقول الجملة دي والخيانة بتاعت الناس مفيش أحسن من كذا، يتين شخص يقتنع بأقوال فلاسفة وأقوال بعض الناس اللي هي مكتوبة بخطوط عريضة وهو بيقلب في السوشيال ميديا. الكتاب بيقول أنت جسمك مش بتاعك، الكلام ده هو لازم يهز جواك الحتة دي. الرب مش هيبكي قدامك عشان تقتنع بالكلام ده. بولس بيقول أقنعكم بدموع، وصل لمراحل مع أشخاص أنهم مش راضين يقتنعوا. لكن اوعى تعتقد ان الامر دوة شيء هين انك تسمع الكلمه ولا تتجاوب معها. يوجد حاجه لازم تحصل جوه جسد المسيح، وهي حاله وعي وادراك. انا مش بتاع نفسي حته مهمه جدا. فبيقول كرسول 6 بيكمل، ام لستم تعلمون انا من التصق أو اتحد بزانية هو جسد واحد؟ لأنه يقول يكون اثنين جسدا واحدا، وأما من اتحد بالرب فهو روح واحد. افهم كويس قوي، انت صرت واحد بالرب. بولس بيقول اللي بتعمله بجسمك الرب بيعمله. موضوع خطير، اهربوا من الزنا. مش بس بتكلم عن الزنا، أي حاجة فيها زنا روحي، كل خطية فعلها الإنسان هي عادية إلا دي متورط فيها روح الإنسان. أم لستم تعلمون أن جسدكم وهيكل الروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. النقطة اللي بعد كده، أن تكون ممتلئ بالروح القدس. هقف عندها في أفسس 5، كتاب يوضح دوه. بيقول عدد 14، لذلك يقول استيقظ أيها النائم قم من الأموات فيضيء لك المسيح. شرحت قبل كده في المؤتمر عن النور العجيب وكيف تخرجه. الوضع هنا استيقظ فيضيء، مش أضاء فتستيقظ، لا استيقظ يعني خذ يقظة. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، أو انتبهوا لحياتكم زي تعيشوا صح، لك جهلاء بك حكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. طبعا الوقت مش هيكفي عشان أشرح كل كلمة جاية زي في اليوناني، لكن ابتدي اشتري الوقت لأن الأيام شريرة. محاولات أن إبليس يجعل العالم حواليك دوامة تسحبك، لازم تخطف الوقت، لازم تختار الوقت أنا هصلي فيه، مش تبقى الدنيا عايمة، الوقت اللي لازم أدرس فيه. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء، هم هدول الأغبياء في نظر الكتاب المقدس، بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلعة، مشيئة رب القصد الإلهي هو ده. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلعة، بل امتلئوا بالروح، مكلمين أنفسكم، كل واحد يكلم نفسه، مزامير وتسبيح وأغاني روحية، مترنمين مرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف، زي ما شرحت قبل كده عن مخافة رب. قبل ما اختم خليني اقرأ معاك بعض الآيات المهمة جدا، خاصة بأنه الأمر مرتبط بعالم الروح جدا، انتباهك مرتبط بدوة. افتح معايا أمثال 9، يوجد ناس بتوصل لعالم الروح وهي مش عارفة هنا، وبتتعامل مع مملكة الظلمة مباشرة،
بيستدعوا أرواح شريرة في حياته. فاكر المرة اللي فاتت ما شرحت قبل ما نقرأ أمثال؟ افتح معي يوحنا الأولى 3 وعدد 13. لا تتعجبوا يا أخوتي إن كان العالم يبغضكم، نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت. بعد ما خرجنا وانتقلنا من الموت إلى الحياة، يوجد ناس تدخل تاني إلى مملكة الظلمة برجليها. ارجع معي لأمثال 9 وعدد 13. المرأة الجاهلة سخابة حمقاء. سخابة معناها بتعمل دوشة، ما تعرفش تقعد على حيلها، زنانة. أنا مش بتكلم عن المرأة بس، خدها ناحية أي شيء بيزن حواليك، أفكار عمالة تزن عليك. هي حالا هيشرح إن دي وراها أرواح شريرة. الزن على الذهن، شوف الرسالة دي، شوف الرسالة دي، شوف الرسالة دي. اطلع من الأوضة دلوقتي، أنت بتدرس الكلمة. بص على الواتساب دلوقتي. رد على التليفون ده. حالة من السخابة، حالة من الزن، حالة من الزن. ولا تدري شيئا عن الأمور الروحية. لا تعرف أمور، ترجمة تانية جايبها، لا تعرف الأمور وقيمتها الأبدية. حمقاء جاي معناها لديها كل أنواع الشر، وتقدر تسحب الإنسان في أفكاره. وكلمة جاهلة معناها مش جاهلة، معناها عندها جهل. هي حالة من الحماقة، أو حالة من أن الشخصية متعنتة أنها تمشي عن عمد ضد كلمة الله. فبيكمل لديها خطط، تقعد عند باب بيتها على كرسي في أعالي المدينة، استراتيجية بتنادي عابر السبيل، المقاومين طرقهم، اللي ماشيين بطرق عادلة، يعني بتستهدف الناس دي، وتيجي تقول الكلام ده. ده كلامها بقى. طبعا مش هتقول الكلام ده مباشرة، هو بيقول اللغة الروحية. الكلام اللي هي بتقوله بيتقري ازاي في عالم روح؟ اللي هو جاهل، او الشخص المتردد، او الشخص اللي سهل الخداع، الذي ليس عنده خبرة، فليعمل الي هنا. طبعا هي مش تقول الكلام ده. بيقول لك ازاي جملها اللي بتطلع، عالم روح بيقراها ازاي. كل حاجة ليها اصوات، كل حاجة ليها معاني في عالم الروح. هي ممكن تقول اهلا، في عالم روح لها معنى تاني. تعالى يا شخص اللي انت قابل الى السحب، وتكلم والناقص فهمت، بتقول له، بتنقي استراتيجية. تعالى، المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. بإذن هي بتكلم الجاهل وناقص الفهم، أو الشخص اللي هو ما عندوش معرفة، أو الشخص اللي هو ما عندهوش فهم. هما دول اللي يقدروا يتسحبوا. فما ألز إن احنا نجرب الحاجات دي. إيه رأيك؟ الحاجات اللي ما حدش داريان بيها، الحاجات اللي هي المخفية. أنت قاعد لوحدك، أنت ما حدش شايفك، ما تيجي نجرب الحاجات دي. وليه بيقول عليها وحشة؟ يوجد لذة للحاجات دي. ما تيجي ناخدها صباح، ليه ننام؟ يبتدي بعض الشباب ياخدوا الاتجاه ده، يقول لك أنا ما بحبش أنام غير نهار، ويبتدي يحيى حياته. في الأول كان ماشي صح، كان ماشي باستقامة زي ما كنت بتكلمهم في الأول. بدأ ينحرف، بدأ يسمع حاجات، بدأ يتفرج على حاجات، بدأ يدخل في حتة خطيرة. الأب والأم بيتعاملوا معاه دون رقابة ودون فهم ودون استنارة في الكلمة. يقول لك يا عم ده عادي، الأجازة هيعمل إيه فيها؟ يبتدي ينام، أول ما هم يصحوا يبتدي هو ينام. هذه الطرق اللي بنشوف فيها دخول الأفكار الشريرة. ركز في اللي جاي. ولا يعلم، ولا يعلم أن الأرواح هناك، وأن هي بتتعامل من الهوية تحت، أعماق الهوية ضيوفها. الكلام ده حرفي، الكلام ده حرفي. يعني في أشخاص هم بيتعاملوا مع أفكار لا يعلمون هم بيتعاملوا مع الهوية شخصيا. الهوية عمالة تطلع
حاجات وتدي. فتلاقي الشخص ده بدأت حياته تبقى غريبة مش طبيعية، بدأت ذهنه بدأ يتلبش حالة من الفرامل وحالة من عدم التركيز، وتبتدي تظهر في صورة انه بينسى حاجات، يبتدي يتراجع عن انه يقود حياته، يسيب الناس تقودها في الاختيارات، اي حاجة اي حاجة اي حاجة اي حاجة اختيارات، يبتدي يخاف من مفترقات الطرق. ممكن يكون محافظ على حاجة واحدة بس هي شغله، ممكن يكون محافظ على حاجة واحدة بس هي أسرته وباع شغله، أو العكس. يبتدي يحصل إنه بدأ يدخل في الهاوية. الضيوف بتاعتها عالم الروح، وراها عالم الروح، ولا يعلم من الأخيلة الأرواح الشريرة يعني هناك، وإن هي أساساً مستضيفة الهاوية في بيتها. هي في الأرض، هي مش تحت في الهاوية، لكن هي تحت في الهاوية. نقدر نقول إن في ناس تتعامل مع مملكة الظلمة وهم هنا على الأرض، نفس الفكرة بقى. في ناس تتعامل بقوة القيام. افتح معايا رومية إسبروس الأولى 5. وعدد 4. باسم ربنا يسوع المسيح إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح. بولس بيتكلم عن زي نيكرونسوس وبيسلمه الإبليس، أنا يسلمها مثل هذا الشيطان لهلاك الجسد كي تخلص روح فيه من رب. لكن في عدد 4 بيقول باسم ربنا يسوع المسيح. بولس بعت رسالة، ما كانش عنده زوم عشان يقدروا يتقابلوا في نفس الوقت، ما كانش بيتكلم معهم على ميسنجر عشان يتكلموا في نفس الوقت. الرسالة دي وصلت بعد أيام، الناس خدت الرسالة دي وبدأت تقراها، وهم بيقروها بدأوا يتحدوا معاه في حاجة اتقالت ليها أيام، قد تكون أسابيع قد تكون شهور، السفر في الوقت ده كان كتير. فالرسالة وصلت بدأوا يقروها، فبيقول باسم ربنا يسوع المسيح إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح. القوة دي قوة القيامة، إظهار القوة. لما يقول قوة ربنا يسوع المسيح بيرجع لقوة القيامة، هي الأساس اللي احنا عايشين عليه دلوقتي. في واحدة أو في ناس، مش لازم واحدة، ناس تتواصل مع مملكة الظلمة مع عالم الروح، ولا يعلموا أن الموسيقى اللي بتتسمع اللي هي العالمية، الحزن بيستدعي الأرواح الشريرة، رساء الذات بيستدعي الأرواح الشريرة، إن الشخص يصعب عليه نفسه يستدعي الأرواح الشريرة، يبتدي يدخل إلى عالم الروح والأرواح الشريرة ورا دوا يبتدي يتعامل معه. في ناس تانية العكس، يبتدي يتعامل معه عالم الروح بقوة يسوع. رب يسوع بيجعله متحد مع مؤمنين في أماكن بعيدة، متحدين مع سحابة الشهود. الأشخاص اللي انتقلوا بيقدروا يكونوا متحدين معنا وقادرين يفهموا ويسمعوا الأمور الروحية. فبالتالي قوة اسم يسوع وقوة اللي عمله رب يسوع على الأرض بيخلينا نقدر نوصل بالسماء هنا على الأرض، لأن احنا فين جالسين. افتح معايا بسرعة أفسس 2. وعدد 6 أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. أفسس 1 قبلها. ده الرصيد اللي بولس بيتكلم على أساسه. بيقول18 مستنير عيون أذهان أرواحكم لتعلموا ما هي، ما هو رجاء دعوته، ما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، ما هي القدرة العظيمة الفائقة نحونا نحن المؤمنين اللي اتعملت تجاهنا، اللي هي شديدة جدا، اللي هي مساوية للقوة الشديدة بتاعته اللي عملها مع المسيح يسوع. إذ أقامه من الأموات وأجلسه على يمينه في السماوات، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات عاليا
المفروض تيجي كده عاليا فوق كل رياسة سلطان قوة سيادة. كل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وكل شيء خضع تحت قدمينا. انتبه للآية دي، قد تكون حفظها، اتعود تستلذ بالآية دي. وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده من الذي يملأ الكل في الكل. مبارك اسم يسوع. هذا صنع الرب أمر ضخم، نقدر نتواصل مع عالم الروح بقوة ربنا يسوع المسيح. قوة القيامة خلتنا نوصل لحتة فيها نحن جالسين عن يمين الآب، ونقدر نتواصل ونجعل السماء تبقى موجودة في نفس المنطقة اللي احنا فيها. ازاي هيعيش الأحياء فيما بعد؟ لأن أنفسهم الذي مات لأجلهم وقام. أنا هنا منتج القيامة، أنا ابن القيامة، لازم أحيا حياة القيامة. القيامة ليس حدث وخلاص، ليس عيد بنعيد بيه بس، لا، ده حياة أنا عايش فيها وبنمو فيها، لأنه بيستخدم لفظ هيوس أبناء القيامة. لاحظ النقطة اللي قالها الزكا، جاء ليخلص، يطلب يخلص ما قد، ما قالش من، ما قد هلك. ما يعني أي حاجة، ليس فقط أشخاص. كنت أتوقع يقول من قد هلك، لا، قال ما قد هلك. إن الإنسان يبقى عايش حياة سلام، سلامه مش جاي من الفلوس، يبقى عايش حياة فرح مش جاي من الناس أو الأحداث، لأنه بدأ يشوف عالم الروح، بدأ يقرأ الناس والمواقف من عالم الروح. ده جاي بسبب مفعول الروح القدس، أرواح الله اللي بتشتغل على ذهن الإنسان تخليه يبتدي يقرأ إيه؟ لا يحكم بما يرى أو بما يسمعه، يبتدي يشوف المشهد زي ما ربي بيشوفه، يبتدي يترفع عن الجسديات. من هنا بدأ يعيش حياة قيامة، بدأ يعلى فوق البشر، بدأ يبقى شايف مستوى غير البشر، بدأ يشوف حاجات العالم بره مش شايفها ويستمتع بيها ويعيشها ويدوقها ويتواصل معها. بولس بيقول مجتمعين مع بعض. مرة تانية بيقول ايه؟ ناظرا هو في عالم روح قادر أشوف المتانة بتاعت إيمانكم، العناد بتاع إيمانكم، أنا قادر أشوف ده في عالم روح مع أنه هو مش موجود معهم. إذن في حاجات بتحصل في عالم روح تقدر تقراها في عالم روح. وكل ما تتمشي بقوة القيامة تبتدي تلاقي روح القدس يشرح لك حاجات ويضيف لك حاجات، وتستمتع بالحاجات دي في وش مين؟ في وش إبليس. عشان كده القضية أضخم من أنك أنت فقط تحيا لك في المسيح، دي هجينها لوحدها. الموضوع دلوقتي أنت بتحيا لنفسك أم للرب؟ تحيا للرب معناها تعيش حسب مبادئه هو، تركيزك أن تقدم جسدك، لكن أنت تكون بتتعامل مع الأمور اللي في الأرض حسب فكره، حسب مبادئه هو. بديت تشوف القيامة، بدأت تشوف المنحنى الفكري السليم بتاعه هو، تبتدي تمشي حسب الدعوة بتاعته، تحبه وتضع هو التركيز الأساسي. أحد المرسلين في مرة قال أنا بكرس وسط ناس، الناس مش راضية تسمع، قال سأظل أكرز حتى لو رست ان احترق علشان هم يلتفتوا الاحتراق بتاعي دوه والحماس بتاعي دوه عشان يبتدوا ينجذبوا لرب نفسه. لو رست ده هيحصل من كتر الحماس دوه، انا هخليهم ينجذبوا لرب. يوجد ناس حط دوه في حياتها انها تجذب الناس عبر احتراقها بالكلمه، بدات تبقى شعله، بدات الناس تلتفت. ايه اللي مخليك تحب رب بالطريقه دي؟ زي زكا بدات معاه بحب استطلاع. ايه مين الشخص اللي عمل اسمع عنه ده؟ مين الشخص ده؟ الى ان الشخص ده بنفسه التفت اليه، واو يا لها من لحظه، قال له انا النهارده هكون عندك في البيت. في اللحظه دي كان لسه ما اتغيرش، كان زي ما هو، بس بدات العلاقه تتطور، انه بدا يشوفه عن قرب. في حاجه بدات تحصل، حاجه غريبه. الشخص ده مش زي اي رباي واي معلم في قابلتهم بيتكلم كده زكا، بدا يشوف حاجه غريبه خارجه من هذا الشخص.
إلى أن بدأ هو يتغير داخليا، يأخذ قرارات داخلية ويبتدي يعدل مسار حياته، والثروة الطائلة اللي هو جمعها والمعارف داس على دوا، خلص من تعلقه بالعالم وبدأ يبص لهذا الإله وجعله رب في اللحظة دي على حياته. بدأ يشوف إن كل الأمان بتاعه كان زائف بعد ما شاف الأمان في عينين وفي تعاملات هذا المحب. بدأ يشوف إنه كل سيطرة كان مسيطرها ضعيفة، ده في حد سيطر عليا بالحب بتاعه، في حاجة غريبة، ده أنا طلعت ضعيف جدا قدام هذا اللي كنت مسحوب فيه وعمال أفكر فيه، فلوس 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 فلوس، تجمع الناس حواليا يبقى لي هيبة. بدأ يتلحس بحاجة تانية، بدأ ينجذب. فرب قالها أنا متى ارتفعت هجذب إلي الناس، هجذب إلي الناس. هل أنت في الحتة دي ولا لأ؟ هل حصل حالة من الشد ولا لأ؟ دايما بقول الجملة دي، صعب تقف قصاد محبة الله، هتلاقي نفسك ضعيف قوي قصاد المحبة دي. خلينا نقف مع بعض نصلي. هو يريد أن تبقى لحياتك معنى، هو يريد أن حياتك ما تبقاش حياة عادية، هو يريد أنك تفهم الحب بتاعه، أنك تستنير في الحب بتاعه. هتلاقي كل حاجة أنت كنت مستند عليها بشرية لا قيمة لها. وجودك في وسط ناس أو ناس موجودة حواليك أو أنت في وسطيهم، ارتباطك بأشخاص وبالعالم اللي حواليك يبتدي يقع ويدوب. لسه رب يسوع بدأ يتعامل بصورة غريبة، قالوا له أهلك برا، قال لهم الأهل بتاعي هم اللي ماشيين بالكلمة. بدأ يشوف زاوية واحدة، بدأ يعترف بحاجة واحدة بس، ليس علاقتي بالأصحاب أو المعارف أو الأقارب هي السند بتاعي أو هي اللي يعترف بيها، علاقتي هي علاقة روحية بالناس، ده اللي بيخلي الشخص يقرأ المواقف بصورة مختلفة. كده انت ارتفعت عن الأرض، كده بقيت تمشي حسب المعايير الإلهية والقيم الإلهية، لم يعد هناك شيء قوي أقوى من حب يسوع في حياتك. نفسك ضعيف قوي قدام دوا، مش ضعيف قصاد السوشيال ميديا ولا ضعيف قصاد الجنس ولا ضعيف قصاد الخطيه، لا 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 لا، ده في حب ضخم قوي، ركز معاه لانه مش هيجذبك غير لما تركز معاه. تلاقي نفسك مش قادر تقف قصاد هذا الحب. هو الوحيد اللي يقدر يداوي جرحك، وهو الوحيد اللي يقدر يعطيك الكرامة والتقدير في الأرض، هو الوحيد اللي حاسس بيك أكتر من أنت حاسس بنفسك، هو اللي بيشفق عليك أكتر من الشفقة البشرية على نفسك. انطلق وعيش فرح، لأن يوجد شيء زاهي في حياتك وصوت لامع في حياتك وهو يسوع. لا تحيا لذاتك، لا تحيا للعالم، لا تحيا مشيئة البشر، لا تتألم زي البشر اللي في الأرض، ارتفع على مستوى البشر دوا، يتحول حبك وانشغالك بالنفوس، يتحول حبك وانشغالك بالأمر الهام وهو يسوع قرب يجي.
وهو أنك تجيب نفوس للمملكة، وهو أن تهتم بالملكوت وعمل الملكوت وتخطف ناس من النار إلى أن تصل لمرحلة أنك تشتعل حتى الناس قد تحترق من أجل النفوس عشان استلتفت لهذه الحريقة وتقول إيه اللي مخليك مولع بالرب كده. يبتدي يعرف يسوع نتيجة احتراقك بالرب مش هتلاقي طعم لحياتك غير لما تكون عايش للرب صح. تركيزك فين؟ بتقدم جسمك للرب ولا لأ؟ ده قرار بتاخده، مش كل يوم تقعد تعمله، لا لا لا، ده قرار. قد تكون دارس وعارف، قد يكون عندك خبرة، لكنك بتضع دوت وتقول الرب هو اللي هيقودني، يستعمل خبراتي، يديني أفكار جديدة، مش هعتمد على حاجة بشرية. ده يزيل الخوف من حياتك، بدل ما انت عملت تشيل الهم يا ترى هعملها ازاي، يا ترى هفكر ازاي، تلاقي الروح القدس بدا يقودك بسلاسة. حاجة غريبة تحصل في شغلك، في دراستك، بتلاقي نعمة في عين الناس، في امور سلسة بتحصل، الملائكة بتشتغل بطريقة دي. بتقدم جسدك، بشريتك، بتضعها تحت الإلهية. أنت تسير حسب مشيئة الله. كتاب يقول كده، مشيئة الله وإرادة الله هي أن تمتنعه عنه، أن تنعزله عن العالم. بتقعدش تقرأ الحاجة بتاعت العالم، بتقعدش تحضر أفلام العالم ومسلسلات العالم، بتقعدش تقرأ أقوال العالم ولا قصص العالم، بتستهلكش وقتك في العالم، ولا تخدر نفسك تقول أنا خلصت قراءة الكتاب المقدس هبتدي أبص وشوف ظروف الناس. لو كنت بتقدر 4 ساعات ولا 3 ساعات على الميديا برا، أنت منجذب للعالم برا، أنت منخدع في العالم برا. الطاقة اللي أعطيها بال3 ساعات و4، ألا تضعها في الكلمة؟ ألا تضعها في الصلاة؟ الوقت الفاضي اللي أنت بتسيبه تحت مسمى أنك مرهق، عارف تحط عينيك في أجهزة تبص فيها وأنت مش مرهق أساسا. الإرهاق اللي يخليك تقول لأ لده ولده. إذا عندك طاقة اديها للرب. إن كنت عارف تضحك على نفسك أو على غيرك، رب يرى قلبك. خليك تقيل روحيا، خليك نشيط روحيا. لا تحيا لذاتك، لا تكافئ نفسك بعد ما انت اشتغلت، لا 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 خلاص انا جبت جاز، مش هينفع اشتغل، مش هينفع ابص على حاجة، وعملت فر في الفيسبوك، عملت فر هنا وتفر هنا، وتعمل مكالمات وتخرج. ألا يستهلك الوقت ده في علاقة حميمية مع الرب؟ في الأول ممكن تكون غريبة شوية، ويبان أن جسمك بيتكتف وبتقيد، لكن بعد كده تلاقي نفسك سحبت واستلذيت بالأمر ده. حياتك مش هينفع تعيشها مرتين، اليوم اللي بيعدي مش بيرجع تاني. هل بتحيي الرب؟ كي يعيش الأحياء فيما بعد، هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم، الذي مات لأجلهم وقام. يا يسوع حبك ليا
هللويا. وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم. أنا مش بحيا لنفسي، بحيا حسب الحكمة الإلهية، أنا بحيا حسب الحب الإلهي، أنا بحيا حسب الفكر الإلهي كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. هللويا هللويا هللويا. خلي حبك خالص لهذا الإله، منحصر في هذا الإله. يا ابني أعطني قلبك أن تلاحظ، أن تراقب عيناك طرقي، تفكيرك يبقى مركز في طرقي عشان تعيش مع الأخيرة مع الأرواح الشريرة، بل تحيا مع روح القدس والملائكة. يوجد حواليك مشجعين في سحابة من الشهود، برافو عليك، كمل. هللويا. اتعلم صوتك يطلع لرب فقط، انبهارك يطلع لرب فقط. كم مرة فيها انبهرت بأمور عالمية، تيجي عند الأمور الإلهية صوتك بيوطى أو ما تنبهرش. اتعود تشتعل في قلبك للرب، اتعود انك تكون خالص الحب والتقدير للرب، شعورك بالامتنان.
نعرف أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة، بل أن نحب الإخوة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت، لا تبقى في الموت بعد ما خرجت منه، لا تبقى في حياة فاترة، موت روحي، موت أدبي، موت فكري بعد ما خرجت منه. يا يسوع حبك ليا هو أغلى ما في حياتي. يا يسوع حبك ليا هو أغلى ما في حياتي. يا يسوع حبك ليا هو أغلى ما في حياتي. بحبك بهدي لك كل قلبي، بحبك بهدي لك كل عمري. بحبك يا يسوع، بحبك بهدي لك كل قلبي. بحبك بهدي لك كل عمري. بحبك يا يسوع. هللويا. لكن ده لسان حالك دايما. انا بحي للرب، ابتدي اعلنها بلسانك كل شويه، وانا بحي للرب. انا مش تبع العالم، انا مش تبع العالم. لا اشاكل هذا الدهر، لا اتشابع مع هذا الدهر. انا بقدم جسدي، هو الوحيد اللي يستحق، هو الوحيد اللي يستحق. دواء تخافش، هذه ليست حماسه مؤقته. لو مؤسس بالكلمه تعرف تكمل. انت اعطيت الحق الكتاب اللي يساعدك في دواء، هذا الحب اللي يشعل القلب ينتهي في الوقت ده. كل أمور فيها حززيات ومحسوبيات من ناس تانية، قد تكون ناس تكرهك وتعاديك، أنت مش بتشوفهم في الوقت ده. أنت بتشوف الروعة، بتشوف المجد، وتريد تشوف الأمور اللي في العالم حواليك صغيرة جدا. هي تتواصل مع عالم الروح صح، تريد تشوف روح القدس هو الشريك الحقيقي في حياتك، هو الوحيد اللي يملأ حياتك ويملأ فراغك ويملأ قوة. قوة حياتك طالعة منه، قلبك يمتلئ بيه، وصار حبك الوحيد. أول ما أنت تنتبه ليه تنجذب بالحب القوي الشديد، وكل حاجة كانت قوية في حياتك من العالم تضعف زي زكا. كل حساباتك، كل حاجات كنت بتدقق فيها وتضايق منها تبطل تضايق منها، لأنك بدأت تمتلي بالروح القدس، تمتلي برؤية الروح القدس للمشهد. ما ألذ الحياة دي، حياة دي ممتلئة بتواصلك مع الرب شخصيا. ما أشرف دوا، ما أروع دوا، تواصلك مع مملكة النور معكس ما كنت متواصل مع عالم الروح بصورة غلط. تلاقي نفسك زهقان منكسر، كل شوية روح شرير يجي يضايقك وينغص ليك تفكيرك ويذكرك بحاجات ويحاول يصيبك بأمراض. دي تمتلئ بالفرح وتشوف المشهد بصورة مختلفة. روح الحكمة والإعلان، روح الفهم والمشورة يملأ تفكيرك، روح القوة، روح الرب. تلاقي نفسك تشوف الموقف بصورة مختلفة. لا تحكم بحسب نظر عينيك، لا تحكم بحسب ما تراه أو تسمعه، بقيت تشوف الموقف بصورة مختلفة. أول ما يبقى حبك كامل
دوا بيجي أول ما تشوف هذا الحب الرائع الكامل تجاهك يحصل الأمر يختلف وتشوف المواقف بصورة مختلفة. هاليلويا. إلهنا الرائع نشكرك ونحمدك لأجل قوة القيامة اللي بتعمل فينا كأبناء القيامة. بنحيا في حالة حيوية روحية، نشاط روحي، لا فتور ولا انطفاء ولا إعاقات ولا كسرة ولا محدودية. نحيا منطلقين، احنا منحلق عكس جاذبية العالم وعكس جاذبية الحواس الخمسة. مبارك اسمك، كم أنت رائع وعظيم. شكرك يا بابا في اسم يسوع. أمين. نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.